نبدأ معاك من البصل. محصول واعد جدا، صدرنا 600 ألف طن السنة اللي فاتت، قلنا ان هو من الصادرات اللي رفعت قيمة صادراتنا على مستوى مصر كلها، يعني محصول من يصدره يجب ان نتحدث اليه. كلمنا عن اسواقنا في البصل، كلمنا على ازاي نزودها من 600 مليون يبقى منافس للموالح. سؤال كويس، البصل راح فين؟ سؤال ظريف. هو مش هينافس الموالح لان احنا اصلا عندنا ميزة تنافسية بالنسبة للموالح المصرية، فاحنا هنتكلم ان احنا ناخد يعني شير شوية من السوق زيادة بالنسبة للبصل. يعني انا شايف ان البصل بدأ يتطور نوعا ما عن السنين اللي فاتت، يعني خصوصا الخمس ست سنين اللي فاتت بدأت في توسعة في الصحراء، بدأنا ان احنا نعمل استثمارات في بذور جديدة في انواع جديدة، وياريت برضو ان وزارة الزراعة تساعدنا في القصة دي علشان نقدر ان احنا نستورد بسهولة. انا عارف ان في شوية قواعد لازم نلتزم بيها، بس القواعد دي كويسة وكل حاجة، لكن ما تبطأناش، احنا عايزين نمشي مع الناس. الاسراع في تسجيل الاصناف الجديدة ياريت، لازم يكون في اسراع كويس وبسرعة للاصناف الجديدة، لسبب في انواع من البصل عندنا، احنا عندنا البصل بتاعنا له يعني ميزات كتيرة جدا، من انه هو قوي وسبايسي، يعني الطعم المطلوب. المساحات المزروعة في البصل حاليا في مصر تكفي ولا محتاجين نتوسع؟ فيعني نصيحتك للناس اللي بتزرع مساحات جديدة، تفكر في البصل، تفكر في العناية بالبصل، وتفكر ان هي تنتقي البذور ازاي، وتستخدم مبيدات بالطريقة المعقولة المسموح بها عشان ما يحصلش فيها بيستسايد اوفر زيادة على اللازم. مطبقات مبيدات، مش عايزين مشاكل في مطبقات المبيدات. الخليج برضو سوق قوي احنا محتاجينه، فاهم ازاي؟ يعني احنا عايزين نبدا ان احنا ننافس شوية بعض الاسواق التانية، ناخد الشير بتاعنا. اشد المنافسين لينا مين في رايك؟ الهند في البصل. في البصل الهند. هسألك سؤال بس عايز إجابته بوضوح، هل العجز اللي حصل في إنتاجية الهند هو السبب في الطفرة اللي حصلت في صادرات البصل السنة اللي فاتت؟ يعني هل هتستمر ولا هي طفرة وانتهت؟ والله هو لغاية دلوقتي نقدر نقول إن هي طفرة وانتهت، بس هو اللي حصل عندهم إن هم منعوا الصادر للدول اللي حواليها والخليج، فده طبعا ده سوق ما يستهانش بيه. الهند بلد قوي، فاهمني ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، ومورد اساسي للبلاد اللي حواليه. خليني اكلمك، انا شايفك يعني مصدر البطاطا، يعني معانا انت مهتم جدا بالبطاطا الحلوه. تمام، الناس كانت فرحانه وبتزرع للمصدرين كميات كبيره جدا، وكانت فرحانه وهي بتورد ب 6 و7 و12 جنيه كيلو البطاطا الواحد، فجاه السنه دي 2 جنيه، الناس ما حصدتوش من الارض. هو اللي حصل سوق تسويق، اوروبا كان فيها، امريكا كان فيها عجز، اتأخرت شوية وكان عندها نسبة الانتاجية كانت أقل من كل سنة. احنا كان المفروض ان احنا نستغل الموضوع ده بصورة احسن، فاهمني ازاي؟ لكن احنا للأسف بدأت الناس تضغط في زيادة الصادر، السوق تشبع مرة واحدة، فمرة واحدة السوق نزل. طب نصيحتك يا باشمهندس محمد لكل من يزرع البطاطا والبصل، وخلينا نتكلم في البطاطا، الناس قالت مش هنزرع السنة الجاية بطاطا، نعمل كده ولا نزرع والسعر هيتحسن؟ لازم نزرع، وان شاء الله كل خير من عند ربنا، وان شاء الله السعر هيتحسن.